بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير المرسلين. نحن الآن عند مشروع دوار غسان عبود، هذا هو دوار غسان عبود، ولكن من كثر الدمار ومن أجل السرية التامة من قبل عناصر الجيش الحر، لا نريد أن نظهر المناطق الموجودين فيها عناصر الجيش الحر، ولكن راح نترك لكم إياه مفاجأة. إذا حاول جيش الطاغية، جيش النظام، جيش عصابات الأسدية بالتقدم، راح نشوفهم بإذن الله شيء ما يسرهم. كان معكم أخوكم أبو حمزة الفراتي، شبكة دير الزور.